السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان والمرحلة الأخيرة في من عملية الحفر وبث مباشر. إليكم التفاصيل. دخلت عملية إنقاذ الطفل ريان التي أصبحت تشغل الملايين داخل المغرب وخارجه يومها الثالث، وبدأ أنها في مرحلتها النهائية، حيث قالت فرق الإنقاذ أن المرحلة الأخيرة هي مرحلة حساسة جدا خوفا من حدوث انجراف للتربة. استمرت أعمال الحفر الرأسي لجعل الحفرة موازية لحفرة المياه التي سقط فيها الطفل ريان في بلدته تمرود بمحافظة شفشان، حيث تجاوز عمق الحفرة 28 مترا. آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان. وقال مصدر مسؤول بمحلية لوكالة المغرب العربي للأنباء صباح الجمعة إن أعمال الحفر استمرت طوال الليل من الخميس إلى الجمعة، حيث أتاحت هذه الجهود تجاوز عمق 28 متر في أعمال الحفر العمودي، مضيفا إلى أن الاستعدادات جارية أيضا لبدء الحفر الأفقي فور وصول إلى عمق 32 متر، وأضاف أن أعمال الحفر توقفت بين فترة أخرى من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لأن عملية الإنقاذ وصلت إلى مرحلة معقدة، وكذلك القيام بالتدخلات اللازمة لتلافي انهيار الأرض. تواصل الجرافات والآليات الثقيلة بدعم من فرق من الطوبوغرافيين وعشرات من أفراد السلطات المحلية والحماية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة بإشراف مباشر من السلطات الإقليمية، جهود متواصلة منذ مساء الثلاثاء لإنقاذ الطفل ريان 5 أعوام الذي سقط في عمق 32 مترا في حفرة مياه مكشوفة وغير مصورة بالقرب من منزل العائلة في قرية عرقان ببلدة التمرود بإقليم شفشان. وتم نقل مروحية طبية تابعة للدرك الملكي وفرق طبية متخصصة في الإنعاش من وزارة الصحة في الموقع لإجراء التدخلات الطبية اللازمة في الموقع قبل نقل الطفل ريان إلى أقرب مستشفى. السلطات المغربية تقول إن الطفل ريان لا يزال حيا ويتلقى الأكسجين رغم وقوع انهيار صخري بجانب البئر العالق فيها منذ الثلاثاء الماضي. يشارك متطوع الهلال الأحمر المغربي في مساعدة السلطات لإنقاذ الطفل ريان الذي وقع في بئر في قرب في قرية تمرود بإقليم شفشان، كما تتواجد فرق الإسعاف الأولية وتوزيع الوجبات الغذائية على مختلف العاملين في عملية الإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية النفسية لعائلة الطفل. متابعينا عليكم في الرجاء الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.